السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم بدأت رحلة القلايل 2020 مع انطلاق أساسين المجموعة الأولى داخل محمية العريق لاختيار منازلها. وطبعا 5 فرق انطلقت إلى داخل المحمية لبناء البيوت والاستعداد لرحلة الحصول على البيرك، ومن فريق السد والسليمي وعزام ودخال والشقب. 5 فرق تتنافس على صدارة المجموعة، واللي نقولهم الله يوفقهم رب العالمين وحصول على بيرك 2020 بيرك القلايل. بدورنا مثل كل يوم راح ننقل لكم الأحداث من خلال برنامجنا. وقبل ما نبدأ بالأحداث خلونا نشوف أجواء القلايل معكم اليوم ونعيشها مع الشلة اللي راح نسمعها. البارحة قمت أترق قبل الأسباب اللي تقلب الهجوس التفاكير، لازان لي بدع القوى في صباب حتى تفوح فالدلال المباهير. شقرا تحتها السمر والرمث شباب، حمسها يدرع عليها من الكير، حمسها يدرع عليها من الكير. يا محل جو المقانيص لطاب، جتنا علوم الصيد ورد ومصادير، لا من رقى مع قايد جول طلاب فرخ ويرقى مثل مرقى لباكير. لا من تزين عتقه قداب اللي يتفزز عند صوت المزامير، اللي يتفزز عند صوت المزامير. وهذه 3 أصناف لجات قطاب تنافسوا في ما اشتراها الصقاقير، راع الولع عن سجة الرجل ما تاب ولا يحسب في هواه المخاسير ونعود الطربات مالت. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ورحب باخواني محمد النهار العيمي مدير بطولة القلايل، واخوي ماركو ثابر السبيعي، واخوي عبد الله بن زايد العتيبي، واخوي عبد العزيز مبارك العلي العضيد، واخوي علي بن نور المري. مرحبا بالجميع. الله يبارك يا ابو عبد الله. ابو نهار اليوم دخلوا امورهم طيبه؟ الحمد لله، ما فيه مشاكل، ما فيه تاخير، ما فيه يعني التقرير بكره، التقرير حق بكره اللي مالت الاساس راح نعرضه بكره اليوم تشوف اذا الله اراد ان شاء الله. ما في شيء، امورهم طيبه وانطلاقاتهم كانت تقريبا الساعة 6:10 كانوا مستعدين، الأساسيين جاهزين من الصباح، اختاروا المواقعهم. طبعا 3 فرق اختارت من شرق، وفريقين اختاروا من غرب العرق. كانت في أولوية للناس اختاروا، طبعا بحكم اللي وصل قبل واختار يمكن تعطل فريق واحد بس ما لحق على اماكن اللي من شرق، فرجع من غرب اللي هو فريق السد. الاتفاق اللي البارحه سالفنا فيه انهم يقعدون ولا الصبح بيواجهونك وانهم على راحتهم، ما تمالوا يعني؟ لا بغيتهم الصبح هم رضا. وين الاتفاق اللي البارحه ولا الامور عندهم مشكله ولا عندهم خلاف؟ يوم جاء وقت الصدق يعني ها؟ يوم جاء وقت ما في تصوير، كان في تصوير؟ الصباح اي موجود، كان في تصوير ان شاء الله عاد يعرضونه. تكلمت معاهم الصباح وقلت لهم انتم تبون تعلموني باماكنكم تبون تختارونها عشان ما تستعجلون، كلنا نروح على راحته ويختار المكان. قالوا لا. ايوه يروحون على فالهم. مو بالكل طبعا. هو من اي واحد خلاص. انا ما والله ما كملت مع الباقي كلهم. بس هذا خلاص اذا واحد عيه خلاص. فريق واحد عيه خلاص. شيء نحتفظ فيه. زين. الفرق اللي لها من حقها خبره ولا اللي توها جاي اجداد؟ فريق واحد الجديد يعني بتصيدني يا بصيدني. زين في تقرير تحدي حق الفرق اللي بينهم بين السد والسليمي وعزام ودخال، خلينا نشوفه مع المشاهدين. يلا خلينا نشوفه. موضوع حاسة سادسة هذه ترى أنا ما أعني فيها أحد،
بس أقول لكم إن فيلق السد السنة مسوي بصمة رضا من رضا وأبى من أبى. السلام عليكم. القلايل فايدتها اللي ما عندهم خبرة يدشون مع الناس اللي عندهم خبرة، علشان كذا أنا أشوف أنها يعني بطولة ناجحة. محمد سالم محمد المري قائد فريق عزام، رسالتي أوجهها لأخوياي، أقول شدوا حيلكم، إحنا داخلين منافسة مجموعة الأولى مجموعة نار، وأقول المجموعة الأولى الأفرقة الباقية أخوان المشاركين شد الحزام، جايكم فريق عزام السنة هذه فريق جديد، وبإذن الله نحقق نتيجة طيبة. عبد الله غانم مبارك سيف الخيرين قائد فريق إدخان، نوعد الجمهور إن شاء الله نبذل الجهد وباللي سرهم وما نستغني من دعاهم. محمد طالب هلي القائد فريق الشقب حاصل على بيرق القلايل مرتين، نتمنى من الله إن شاء الله نحصل عليه في 2020.